خلينا النهاردة بقى نتكلم في مشكلة أزلية بتقابلنا كلنا تقريبا، وهي إزاي تقدر تعمل حذف أو إزالة لأي أغراض أو أشخاص أو أي حاجة بقى من أي صورة أنت صورتها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. أهلا بيكم في فيديو جديد. خلينا متفقين إن الحاجات الرخمة جدا اللي ممكن تقابلها لما تيجي تصور، انك بعد ما تصور صورة تلاقي فيها اي حد او اي حاجة ما كانش المفروض تظهر فيها. والامر من كده انك تكون مثلا في مكان زحمة وعايز تاخد صورة بس مش عارف تاخد صورة علشان في ناس كتير حواليك، سواء انت بقى او صحابك يعني. ده بالاضافة طبعا لاحترام خصوصية الناس اللي ممكن تظهر في اي صورة انت بتصورها. خلينا بقى النهارده نتكلم ازاي تقدر تعمل حذف لاي حد او لاي حاجه موجوده في اي صوره من غير ما تاثر عليها. قبل ما نبدا بس، وعلشان ما نتفصلش كده لما اجي افكرك في نص الفيديو يعني، ما تنساش انك تدوس على زرار اللايك اللي عندك هنا علشان الفيديو يوصل اكبر عدد من الناس ويستفيدوا بيه، ويكون في عندك هنا زرار اشتراك وجنب جرس تقدر تدوس عليه لو حابب انك تتابع الجديد اول باول. اظن سهله، اتفقنا؟ اتفقنا. وبدون اي مقدمات زياده نخش في الموضوع على طول. واول تطبيق معانا هو تطبيق فوتو ريتاتش. التطبيق ده فيه شويه مميزات خطيره جدا. انت طبعا اول ما تفتح التطبيق بيقول لك اختار من الالبوم، بتدوس على الالبوم علشان تفتح المعرض وتختار الصوره اللي انت عايز تعمل فيها اي تعديل. اول ما تفتح الصوره بيكون عندك شويه مميزات كده من على الوش، زي مثلا علامه الاستفهام دي، ودي بتدوس عليها علشان يجيب لك عرض توضيحي لاي ميزه من المميزات اللي موجوده جواه اللي انت مش عارف تستخدمها ازاي او نسيت مثلا تستخدمها ازاي. حاجه تانية كمان، وهي انك بتقدر تستخدم حاجه هنا اسمها الباتش. الباتش دي لو في مثلا اي هاله تحت العين، في اي نوع من انواع اعراض الارهاق مثلا في الصوره، تقدر بكل بساطه انك تستخدم حاجه زي كده علشان تشيلها خالص. الباتش دي نقدر نقول باختصار هي نسخ ولصق. يعني ايه؟ انت بيكون عندك علامتين كده او دايرتين، دايره منهم اللي هي المنقطه دي او اللي عباره عن خطوط متقطعه، دي بتاخد منها تحط في الدايره السوداء الصغيره دي. يعني لو في مثلا اي علامات ارهاق، اي حبوب في الوش، ايا يكن بقى اي حاجه انت عايز تشيلها من الصوره، ما علينا ايا تكن ايه هي، بتقدر انك تيجي مثلا على اللون الاقرب ليها بالدايره الصغيره دي، وتيجي بالدايره دي علشان تقف عليها علشان تنسخ الجزء ده علشان تحطه في المكان ده. مش كده بس، انت كمان تقدر تيجي على علامه الستامب دي علشان تعمل زي ما بيحصل في بيكس ارت مثلا، انك بتيجي بيكون في علامه زي علامه القناصين كده مثلا، تقدر تعمل زوم كده وتختار مكان معين علشان تقدر تمسح او تعلم بيه وتمسح بناء عليه، زي ما موجود في بيكس ارت بالظبط، علشان لو عايز تعدل على اي حاجه. يعني نقدر نقول ان الستامب والباتش الاثنين واحد، لكن واحده منهم ممكن تقدر تستخدمها او تحب تستخدمها عن الثانيه. مش كده وبس، انت بيكون عندك كمان الادجاست، ودي اللي بيكون جواها كل التعديلات الاساسيه بقى اللي عايز تعملها على الصوره نفسها. يعني مثلا عايز تعدل في الالوان، عايز تعدل في الحده، في ايا يكن الحاجات اللي ليها علاقه بتعديل الصوره نفسها، بعيدا عن انك تحذف منها اشخاص او اشياء او ايا يكن. ونيجي بقى لاهم حاجه وهي الاوبجكت ريموفال. طبعا هو في حاجه اسمها اوبجكت ريموفال، وفي حاجه اسمها كويك ريبير. الكويك ريبير دي اللي هي بتحط ايدك على الشاشه تعلم على اي حاجه، مجرد ما بتشيل ايدك هو بيعمل بروسيسنج لوحده. بينما الاوبجكت ريموفال ده انت بتحدد اكتر من حاجه على الصوره وبعدين بتدوس على جوه علشان هو يعمل لك بروسيسنج او يشيلها. يعني مثلا نقدر نيجي هنا ونعمل تحديد على الاشخاص اللي موجوده في الصوره دي كده. بعد ما بتحدد كل حاجه في الصوره بتدوس على جوه علشان هو يعمل بروسيسنج او يعمل معالجه ويشيل لك كل الحاجات الغير مرجو فيها من الصوره. في ميزه بقى قويه هنا، ان هو لو الازاله ما كانتش افضل حاجه بيكون عندك زرار اسمه التر، ده الاختصار لالترناتيف، بتدوس عليه علشان يعمل لك بروسيسنج ويديلك اختيارات ثانيه او يعالج بشكل افضل. ومن الحاجات المميزه جدا في تطبيق الفوتو ريتاتش اللي ممكن تفرق مع بعض الناس هي الاوفست. الاوفست دي اللي هو بالنسبه لبعض الناس بيكون مثلا ايديهم كبيره شويه على شاشه الموبايل ممكن، فبالتالي الاوفست بيبعد دايره التحديد او اللي هي العلامه اللي بتحدد بيها الجزء اللي في الصوره عن مكان ايدك، بحيث انك تقدر تحط ايدك في مكان بينما بتحدد في مكان تاني علشان ما تكونش بايدك مغطي على الحاجه اللي انت بتحددها. وعلشان كده انا معايا القلم ده، واللي ما بستخدموش مع تطبيق فوتو ريتاتش، لان زي ما قلنا في ميزه الاوفست علشان يكون صباعك بعيد عن مكان التحديد، بينما التطبيقات التانيه ما فيهاش حاجه زي كده والشاشه صغيره نسبيا على التحديد، فعلشان كده بستخدم القلم ده. طبعا التطبيق ده للاسف مش افضل حاجه في عمليه الازاله المتعمقه او اللي هو الاوبجكت ريموفال زي ما قلنا،
بينما الكويك ريبير اللي هو الازاله السريعه دي بيقدر يعملها بشكل افضل من كده، بعيدا عن المميزات التانيه اللي قلنا عليها طبعا، الا انه ممكن للاسف ما يكونش افضل حاجه في بعض السيناريوهات، وعلشان كده جه معانا تطبيق ريموف ار. اول ما بتفتح تطبيق ريموف ار بيقول لك ستارت، بتدوس عليه علشان تختار انت عايز تطلع الصوره منين، وليكن مثلا من الجاليري او المعرض. مجرد ما بتفتح الصوره بيكون عندك كويك اريسر وبيكون عندك فاين ريموفر. طبعا الكويك اريسر زي هناك الكويك ريبير اللي هو بتحط ايدك على الشاشه، مجرد ما بتشيل ايدك هو بيعمل بروسيسنج لوحده، وبيكون عندك حاجه اسمها كلون ستاند. احنا هنيجي مثلا على الفاين ريموفر وهندوس على برش، وبعدين هنعلم على الجزء اللي عايزين نحذفه من الصوره. طبعا تقدر تيجي هنا وتدوس على ادجاست علشان تكبر او تصغر من المؤشر اللي هو بيعلم على الحاجه اللي عايز تشيلها. يعني بنيجي هنا مثلا وبنعمل كده. طبعا يفضل انك لما تيجي تعمل تحديد لاي عنصر انك تحدد العنصر بالظبط علشان التطبيق يعرف الفرق بين العنصر وبين الخلفيه اللي وراه، بحيث ان هو يقدر يعزل ما بينهم صح. بعد ما تخلص كل حاجه بتدوس على ابلاي، بياخد وقت يعمل بروسيسنج، وفجاه بتلاقيه شال لك كل حاجه من الصوره بافضل شكل ممكن. طبعا زي ما قلنا التطبيق اللي فات مميز جدا في الكويك ريبير، بينما التطبيق ده مميز جدا في الفاين ريموفر. في عندك بقى الكلون ستامب، ودي اللي بتقدر منها انك تعدل على الصوره زي ما بيحصل في بيكسل ارت بالظبط، بحيث لو في اي مثلا اي ديفوهات في الوش في الصوره، مش في وش بني ادم، ممكن تكون في الصوره عموما، يعني تقدر انك تيجي هنا على البراش علشان تاخد او تعلم على جزء معين وتنسخ منه علشان تعلم على حته تانية، بحيث انك تشيل جزء من الصوره. طبعا انا بجرب فبالتالي ببهدل وشي عادي جدا، ما فيش اي مشكله، وفي النهايه بيكون الصوره شكلها كده. هتكون النتيجه النهائيه ان كل حاجه متشاله من الصوره ولا كانها كانت موجوده اصلا. طب نفترض بقى ان التطبيقين اللي فاتوا ما كانوش مشجعين كفايه مثلا، او نتائجهم مش افضل حاجه، يجي معانا التطبيق النهائي والقاتل، وهو تطبيق ريموف انوانتد اوبجكت. التطبيق ده هو يعتبر اصغرهم في المساحه، الا انه ماشي بمبدا نعمل بعظمه في صمت. التطبيق اول ما بتفتحه على طول بيكون ظاهر لك اكتر من اختيار، من بينهم مثلا بيكون ظاهر جاليري او المعرض علشان تختار الصوره اللي انت عايز تعمل فيها اي تعديل. بعد ما بتختار الصوره بتيجي هنا على برش، وبعدين تكبر الصوره طبعا وتعلم على الحاجه اللي انت عايز تشيلها. تقدر تيجي هنا على سيتنجز علشان تكبر من المؤشر اللي بتقدر تحدد بيه، نقدر نحدد مثلا على الشخص ده كده. بعد ما بتحدد كل حاجه في الصوره انت عايز تشيلها بتدوس بس على بروسيس دي، هو بياخد وقت كده يعمل بروسيسنج، وبعدين بيشيل لك كل الحاجات الغير مرغوبه من الصوره ولا كانها كانت موجوده من البدايه. بعد ما شفنا اخر تطبيق والعظمه اللي بيشتغل بيها، لازم نقول على ملحوظتين مهمين. اول حاجه ان احنا بنقول على اكتر من بديل، لانه وارد ان في تطبيق يعجبك الواجهه بتاعته وتطبيق تاني ما يعجبكش الواجهه بتاعته، او يكون تطبيق سلس وسهل في استخدامه على عكس تطبيق تاني، وفي تطبيقات بتحب تجربها علشان تعرف انهي واحد افضل ليك في كذا سيناريو او في اكتر من صوره. ممكن صوره واحد يشتغل فيها كويس ويشتغل في التانية وحش، ولكن العكس مع تطبيق تاني. تاني ملحوظة بقى ان اول تطبيق اتكلمنا فيه اللي هو الفوتو ريتاتش، ده انجليزي في كل الاحوال، بينما التطبيق التاني اللي هو الريموف ار ده لو انت قالب الموبايل عربي هيكون في حاجات عربي وفي حاجات انجليزي. اخر تطبيق بقى اللي هو ريموف انوانتد اوبجكت، ده انت لو قابل الموبايل عربي هيكون كل حاجه فيه عربي معاك علشان يكون سهل في الاستخدام اكتر. وبكده نكون خلصنا الفيديو. طبعا كل روابط تحميل التطبيقات هتكون موجوده في الديسكربشن بوكس تحت، تقدر تحمل التطبيق اللي يعجبك وتجربه. ما تنساش بس زي ما قلنا تدوس على زرار اللايك اللي عندك هنا، وزي ما قلنا لو حابب تتابع جديد اول باول تقدر تدوس على زرار الاشتراك وجنبه الجرس. شكرا للمتابعه، نلقاكم على خير.